رجعنا شفنا العالم كله عاد ترجع على هاي المنطقة وصاي إقبال على أكلة السمك وتوكلنا على الله وجينا فتحنا وشفنا يعني أكو إقبال على أكلة السمك والعالم عاد تجينا فهي بالتدريج إن شاء الله شوية شوية. والله صارنا بالسبعينات إحنا فتحين بس صادفت هاي الظروف انجبرنا عزلنا وحولنا على المصارف وهسه سوينا فرعين فرع باب الجسر هو الأصل وفرع الثاني بالزهور. والله النوعيات المفضلة للعالم التاكلة هي الشبوط السمتي الفرخ بز القطان الجري أطيب من الشبوط والفرخ البز. أسعاره معقولة يعني وشوية شبوط أغلى الأسعار بس معقولة يعني مقبولة قبل الناس. طبعا أكيد واجبهم أشخاص يجون هنا إن شاء الله واجبهم أكثر بعد. عمو هادي متى يجي؟ والله عمو هادي موجود بالبيت والله يمر بين فترة وفترة ينزل يعني مشتاق لهالمنطقة هاي. والله إن شاء الله مليحة إن شاء الله نحو الأحسن. ممتازة مليحة بالتسقيف يرادوا شوية بعد يعني نطلب من الحكومة شوية تشد حيلها وتجي تسقف إن القمريات السوق كله حتى شوية ترتب أكثر الأرضيات شوية ترتب النية حتى العالم يصير إقبال أكثر جاي على السوق. أنا من أقدم العطارين بالسوق وأكو ناس أكبر مني لا زال ما بالبيت يعني ما يشترون بس أولادهم وأجدادهم. أنا رجعت تقريبا من شهر ونص يعني عن ضحي بالبغد عن ضحي بالنزلي ولو أنا بهالعمر هذا و يعني أكلة السمك كلش أكلة طيبة وأنا من الستينات هون أعرفهم الله يرحمه عمم كريم وأبوهم الله يحفظه هادي السماك مشهور يعني والناس تعنالهم من عدة مكانات سوق طيب ورجعوا يا ناس رجعوا على السوق ورجعوا على جسر العتيق وأطيب منا ماكو الناس البدو العرب كلها تنزل هوني يعني أما يعني ما اللي يروح ابو الايمن يروح للمصارف والله بعيد ياخذ له تاكسي هون يجي وياكل هون السمك وموجودون السماكين لا ياكل بكيفه قل له يا ابو اعطيني ب 3000 اعطيني ب 4000 5000 والله من الثمانين انا هريانه مراجعه من الثمانين الى هذا اليوم ها والله بكل الموصل فلا اكو سمك شو ما بد. طيب هاي عودته ابو عبد وعودت بعض المحلات، ايش جسر عتيق يعني حاليا؟ والله الحمد لله عامر السوق وجينا عليهم وعامرين والقالها كل شيء ماكو امن وامان والقالها هذا متونسين كلنا. ان شاء الله شكرا. الف هلا. من اي منطقه جايك؟ انا من اليرموك.